الكرام 20 اسما لم نشهد اي انسحاب، فتحت البوابات اندفاع لجياد وافراس المستورد عمر الاربع سنوات متنافسه على مسافة 1600 متر للخيل المبتدئة. مشاهدين الكرام 20 اسما يبدأ الاندفاع، اثبت في المركز الاول ابن اوف شرفليم وامتاز ابن النجم الثاقب على ما يبدو يتقدم الان في هذه اللحظة تحديدا. يحبني في من الداخل هو الاخر يحاول ان يتقدم في مشاركته الاولى في هذا الموسم، يحبني من المسار الداخلي ومن المسار الخارجي. اذا امتاز واثبت، وايضا اشاهد عاتبهم ياتي في المركز الرابع والى جواره المتابعه من قبل بقيه الاسماء. اشقر العنايه ربما ياتي في المركز الرابع مع بدايه التقدم، كما اشاهد ابن النجم الثاقب امتاز يتقدم للمركز الاول فيما من المسار الداخلي. المحاولات لازالت مع يحبني، المركز الثالث مع اثبت من المسار الخارجي. عاتبهم قادم من المسار الخارجي، عاتبهم بتميز يتقدم ما شاء الله تبارك الله، يدخل بمنافسة ثنائية مع اثبت. اثبت ام عاتبهم؟ عاتبهم ابن كونغ سونغ يتقدم من المسار الخارجي. منافسة مثيرة متابعينا الكرام فيما الدخول ياتي ملم من المسار الداخلي. عاتبهم ام اثبت؟ اثبت ام عاتبهم؟ اثبت ام عاتبهم؟ اثبت من المسار الداخلي هو الثابت على المركز الأول ما شاء الله تبارك الله. ألف مبروك هذا الانتصار، ألف مبروك.